بلشنا التسجيل، وهاي قلنا لو سمحت تفضلي، وحنبدأ أو حننهي اليوم إن شاء الله موضوعنا هذا. إحنا أخذنا في البلانينج، عرفنا كل ما اللي عايزينه نعرفه، دريلينج شفنا الدريلينج ماشينز مانيوال وميكانيكال، وعرفنا شو يعني كورينج، شو يعني بورينج، شو يعني دريلينج، شو يعني أوجر. ذكروهم هدول الكلمات. سامبلينج عرفنا إنه في عنا نوعين من العينات. في هون شغلة ما حكيت لكم مش إياها في المحاضرة الماضية، خليني أفرجيكم إياها هون لأني زبطتها بعد ما أعطيتكم المحاضرة، قلت أعملها بطريقة أحسن عشان الطلاب ما يتغلبوش وما يزعلوش وما يتضايقوش وما يحزنوش وما ينعسوش وما يناموش. هذه ذكرين شباب، هاي ما كانتش موجودة فحطيتها بهذا الشكل. اسم التجربة متذكرين؟ اللاب تيست، تيستينج. احنا السامبلز اتفقنا انه في عندي ديستربد واندستربد وعرفنا الفرق بيناتهم. الان قلنا على السامبل، على التيستينج، هاي التجارب اللي في المختبر يغلب عليها انها تكون في المختبر، ممكن تكون كمان بالفيلد بس عندي في المختبر حطيناها. وحطينا شو يعني اس، شو يعني اس، او مرات بيكون ار، متذكرين؟ سويل وروك بالضبط، ماشي. اس يعني سويل وار يعني ممكن كمان تنعمل للصخر، يعني احنا البيرميبيليتي مرات نعملها للصخر لما يكون موجود عندنا، لانه مش كل الصخر زي بعضه. يعني كلمه صخر كلمه ممكن بتخدع، في بعض الصخر اسوأ من التربه، ماشي. فعشان هيك بدنا نشوف نفاذيته، أكتر شيء بنحاول نشوف للصخر نفاذيته وإيش وانتفاخه وقوته. بطبع قوته مش من هاي التجارب، هحكي لكم عنها لكن البيرميبيليتي النفاذية والانتفاخ بنعملهم للصخر كمان، بقية التجارب كلهم للصويل. ال يعني في اللاب بشكل رئيسي، زائد اف ممكن نعمله في الموقع. عندي الكومباكشن، في عندي فيلد كومباكشن، وفي عندي فيلد بيرميبيليتي، والباقي كلهم في المختبر. دي ايش معناها يا عبد الرحيم؟ شو يعني دي وشو يعني يو؟ اوس عبد الرحيم نايم. اوس ديستيرب اندستيرب، مزبوط، ماشي. اذا أنا بدي أستخدم disturbed، لو صحيح لي كلهم disturbed أحسن شيء لأنه ببلاش، مو هيك اتفقنا؟ لكن في تجارب ما ممكن تنعمل إلا على undisturbed عشان أخذ نتائج جيدة، زي البيرميبيليتي. أنا بدي النفاذية من هاي العينة يا شباب، بدي النفاذية من هون، من هاي، بدي المي كيف تمشي من هون مش كيف تمشي هون. أنا هون خلخلت التربة والمي بتصير تمشي بسهولة أكثر، صح ولا لا؟ أنا بدي من هون كيف تمشي التربة، واضح؟ طيب إذا معناته undisturbed البيرميبيليتي، undisturbed الكونسوليديشن، undisturbed السويلينج، undisturbed تراي اكسل بما فيها الانكونفايد، والباقي كله disturbed ما في مشكلة. طيب إذا هذا الكلام اتفقنا عليه. الآن يجينا هون، صرنا عند هون، ما حكيناش، حكينا عن تنين من هم بس أظن. عرفنا الـ SPT Standard Penetration Test بينعمل لمين؟ بس للرمل، للساند. فبس لما أسألك يا أسامة مش تقول لي SPT يعني Sand Penetration Test، بحط لك غلط. يعني Standard Penetration Test صح بتنعمل للرمل، وصح هاي CPT مش Clay Penetration Test مع إنها بتنعمل للكلي، هي كون بنتريشن تيست. طب ليه ما نعمل بس هاي للرمل وللطين؟ ليه ما نعمل اس بي تي للرمل والطين؟ سؤال ممكن اسالك يا عمر مثلا هيك، او اشرف او اي حدا، ليه ما اعمل الستاندرد بنتريشن تيست للرمل والطين؟ ليه ما بنعمل للطين؟ احكي لنا دكتور انه
ستاندرد بنتريشن تيست بنستخدم فيها اسطوانة، بنضرب عليها 3 ضربات بحيث انه صحيح كل ضربة بندخل 15 سنتي. صحيح فمرات مرات بواجهنا بالتربة انه بيكون في صخر او احجار صغيرة، فبتصير عدد الضربات ال 15 سنتي اكبر من غيرها، بتعطي انه مؤشرات يعني اشي انه مش موجود. طيب الحسبة هاي ممكن تكون موجودة في الرمل يا عبد العزيز، شو يعني؟ يعني ليه في الطين مش منيحة وفي الرمل إذا موجودة ماشي مش مشكلة؟ الرمل دكتور الطين لما تضرب عليه كأنه هاي الحصى بتلزق جوا الطين، أما الرمل بتنزاح. صحيح صحيح، أنت جرب لو جبت مثلا كيلة فيها طين وكيلة فيها رمل وعاء وحط فيهم بنانير قلول، هدول اللي بتلعبوا فيهم في الحارة، ولا بطلت تلعب يا عبد العزيز فيهم؟ والله بلعب دكتور. ها شايف هدول اللي قلول، حطهم في داخل الرمل، حطهم في داخل الطين، وجيب قلم، ها قلم أو مسطرة أو أي شيء زي هيك، عصاية صغيرة، وزقها واضرب على القلة في الرمل، بتلاقيها بسهولة بتزيح، في الطين لا. صح ولا مزبوط كلامي؟ صح مظبوط. ومش غلط كمان. فعشان هيك احنا بنستخدم الاس بي تي للرمل، لانه ما في مشكله. بنطلع من الاس بي تي في ايش بنطلع؟ تذكروا لو سالتكم وات از ان النمبر، نمبر عدد الضربات، اس بي تي نمبر عدد الضربات اللازمه لادخال 45 سنتي على 3 مراحل او 18 انش على 3 مراحل، كل مرحله 6 انش او كل مرحله 15 سنتي. واضح؟ وهذا الاس بي تي نمبر، طب شو بنستفيد منه؟ هلا ما بدكم تستفيدوا منه، بعد شوي حتستفيدوا، حتشوفوا كم معادله بدخل فيها علشان نحسب من خلالها اشياء كثيره. اذا هو مهم. ماشي؟ طيب، طب والطين اللي زعلان شو بدنا نعمل له؟ هذا هو الاس بي تي شايفينه؟ اه الجهاز. والطين نعمل له ايش؟ كون بنتريشن تيست، فبصير هذا ايه؟ في له مخروط مدبب، وميزته ايه؟ انه بيعطيني بالسنتي مباشره، لانه عمليه اختراق بيعطيني ذبذبه. قديش صعوبه اختراق؟ بالضبط نفس فكره الزلزال، اذا متذكرين الزلازل، السيزموغراف، متذكرين السيزموغراف؟ اخذتوه في الجيولوجيا؟ ولا ما انحكى لكم عنه؟ لا لا اخذناه دكتور. اه فالسيزموغراف هو بكره بتدور، الورق بدور، اه وفي ابره فوقها، لما بصير الزلزال بصير الابره تتحرك بمقدار، بتعبر عن مقدار قوة الزلزال بقوة حركتها، صح ولا لا؟ فنفس الشيء، فبترسم على الورقة، ونفس الشيء هذا الكرار بيمشي، وبصير كل ما اخترق الأرض قاومت أكثر، كل ما أعطاني ذبذبة أكبر، فكل ما زاد هذا يعني إيه؟ يعني في عندي مقاومة أكبر، فهذا بيعطيني فكرة عن طبيعة التربة قوتها، فإذا النتيجة بتطلع هون مباشرة، هاي القوة كيو يو طوالي طالع عندي. ماشي؟ وهذا اللي كويس فيها انها لكل سنتي. طب شو السيء فيها؟ شو السيء فيها يا اشرف؟ شو السيء فيها يا عبد؟ شو السيء فيها يا اوس؟ شو السيء في هاي التجربة يا شباب؟ شو الليميتيشنز تبعتها او الديس ادفانتجز تبعتها؟ انه بس للطين، هي بس للطين، ما هي مش ديس ادفانتجز، ممكن انها مكلفة؟ لا هي ابد مش مكلفة، يعني هي بدها سيارة خاصة، مش هاي النقطة الرئيسية. يا ماجد دكتور. يا عبد العزيز مش عارف الصراحة. يا عبد، معقول يا عبد مش عارف؟ حكينا المرة الماضية مشكلتها الرئيسية يا شباب انها ما بنقدرش نوصل فيها لأعماق كبيرة. ماشي؟ يعني هاي فقط لمسافات بسيطة، لأنه ما بنقدرش ندخل قضيب في التربة هيك بهذا الشكل زي إبرة، يعني ندخلها في داخل التربة لأعماق كبيرة جدا. كانت ليميتد، يعني كانت هي ل 3 متر ل 5 متر. بس الأتراك اشتغلوا عليها مظبوط، طوروها كثير وحسنوها كثير، بس لساتها يعني ليميتد في العمق. ماشي يا شباب؟ عبد سمعتني؟ يا أوس هيك رجعت.
دكتور سمعتني في صوتك. طيب اذا معناته هاي هي المشكله الرئيسيه فيها اللي هي انه العمق محدود. طيب خلصنا من هذا الكلام. الان نيجي في عندي تجربه ثانيه بيعملوها كثير في التربه، خاصه لما تكون التربه نوع من الطينيه او رمليه خفيفه سوفت، اسمها vein shear test، vein مروحه. هاي الجهاز زي هيك بغض النظر عن طوله وكذا، ممكن احط له اضافات فبصير اطول، يعني ممكن يصير هذا متر مترين ثلاثه اللي هو هذا، بينتهي بمروحه هون زي ما انتم شايفين، مروحه رباعيه. كويس. هلا لو زقيت هذا على الارض وحركت هذا تورك، هيك حركته تورك، فتلته شويه، فهذا بده يتحرك. هلا هذا بيتحرك، التربه حتقاوم، اذا مقدار الحركه حيعطيني مقاومه للتربه، مقاومه التربه حتعطيني فكره عن قوه التربه. وين ببين هذا الكلام؟ ببين على العداد هون، العداد هذا محطوط هون. كويس. فهذا العداد هيو شايفين، مجرد اني احرك هذا هيك بتقوم هاي الفلانجز هذولا، ماشي، بيعطوني طوالي مقاومه على هون. هذا اسمه vein shear test، نستخدمه مرات في بعض انواع التربه. مفهوم كيف هذا يا شباب؟ حدا يسمعني صوته انه مفهوم. دكتور بس كمان مره ايش حكيت على العداد اللي فوق هذا؟ هذا العداد يا عبد العزيز بنحط هون، ماشي، بنحط هون، واضح؟ بعدين انا بدور هذه او من هون نفسه، هذا بمسكه هيك وبدوره زي ما بتدور مثلا، زي ما بتسكر ساعه البرميل الغاز او بتفتحها او كذا، زي اي شيء من هذا الكلام بتدوره هيك، ماشي. لما بتدوره هيك بدور هذا. كويس. هلا هذا لما بدور هاي الصفحه بتقوم التربه بتقاومها، صح ولا لا؟ فاذا كانت مقاومه قديش مقاومه التربه ببين على العداد عندي هون، فاذا هذا بيعطيني طوالي قديش قوه مقاومه التربه، بيعطيني هون قديش قوه التربه. ماشي عبد العزيز، واضح؟ ماشي ماشي. اسمع ديك دكتور، هيك واضحه؟ يا شباب دكتور، لانه نوع من التربه قديش نستخدم عادة تربة سوفت، ماشي، يعني تربة سوفت، تربة رملية، تربة طينية خفيفة كذا، بصير عندك خبرة يا عبد وبعدين تعرف وين تستخدم وين لا. ما هو انت هلا عندك خيارات، فبصير هذا بزبط هون، هذا بزبط هون، هذا بكلف هون، هذا بكلف هون. انا بعطيكم الخيارات وكل خيار بعدين عملية استخدامه بعدين معك يا عبد الرحيم، انت بدك تاخذ كل سر الصنعة مشان تدفع لي، فبحكي لكيش كل شيء. ماشي ماشي. على كل انا بعطيكم خيارات تستخدم، بس هذا يستخدم عادة، تعرف انت هاي فركة ايد، فركة ايد، فبالتالي بدك تتعامل مع تربة رملية تكون لوس او تربة طينية سوفت. ماشي. طيب شو في تاني عندي طريقة؟ في عندي البريشر ميتر، بريشر ميتر تيست. شباب لما بدك تروح تنفخ عجل سيارة أو تنفخ عجل بسكليت، ماشي، مش أنت بتيجي على الآلة اللي موجودة هناك، تيجي بتحط على الآلة مثلا 35، صح؟ مش هيك بتعملوا؟ وبتحط البربيش في البلف وبتشغل، فبيبدأ يضغط يدخل الهواء لحد لما يوصل ل 35، شو بيعمل؟ بوقف، بيعطيك إشارة، بزمر، بيرن، اللي هو، مش هيك يا شباب بيصير؟ مزبوط. مزبوط. طيب إذا بالتالي أنا إذا بدي أضغط العجل على 35 بحط على 35 وبضغط، أو إنه أنا بضغط لحد ما يوصل الإشارة ل 35 وبوقف. لما بوقف شو يعني؟ يعني معناته صار الضغط في داخل العجل 35، صح؟ مش هيك يا شباب؟ هلا هذا الجهاز زي نفس الفكره، بحطه في داخل الارض على المسافه اللي بدي اياها، وبعدين بكبس زر بقوم بيصير يعطي هو نفسه ضغط زي البالونه على جدران التربه، ماشي. هلا هذا الضغط بياخذ رد فعل التربه، مش هيك؟ فبيضغطها قد ما بتقدر تنضغط لحد ما بتبطل تقدر تنضغط، بيقوم بيعطيني العداد هون انه والله هاي ضغطها لهالقد، اذا الرياكشن تبعها هالقد، اذا قوه تحملها هالقد. نفس فكره نفخ عجل السياره او البسكليت. واضحه يا عمر؟ كمان مره دكتور لو سمحت. باسل.
باسل سمعني صوتك مرة تانية كمان مرة بحكي لك لو سمحت ما وصلتش لأنه فكرة ألف العجل وصلت بس الأداة هي كيف تشتغل بالضبط ماشي أنا حبيت أسمع اللهجة الخليلية شوية بس مش مزبطها يا باسل ده يا دكتور ليش طيب ماشي خليل ولا من القدس يا باسل لا من الخليل خليل أصلي يلا كويس هذا يا باسل جهاز في له تابع راسية موصولة بحبل كويس زي ما انتم شايفين هيك منزقه في الأرض هيك شايف لما حد المكان اللي أنا بدي أعمل الفحص فيه بعدين بكبس زر بقوم بيعطي ضغط هون زي ضغط هواء بقوم بضغط على جدران الحفرة اللي أنا بدي أحسب التربة عندها طبعا بضغط على الحفرة معناته الحفرة حتقاوم الضغط هذا صح ولا لا قديش قوة مقاومتها هذا بيعتمد على قوتها بالمناسبة بس هاي نفس فكرة حساب ضغط الدم في جسم الإنسان ونفس الفكرة ماشي إنك أنت بتوجه ضغط وبتشوف المقاومة حد منكم بيعرف كيف بيحسبوا ضغط الدم الواحد لما بحط الجهاز بقوله له ضغطك مثلا 120 على 80 دكتور ما هي نفس الفكرة نفس الفكرة بتلاحظوش انه بيصير هاي القطعة القماش اللي بحطوها على ايد الواحد بتضغط عليه لدرجة انه بشعر انه ايده انحبست وبعدين تبدأ تفك شوي شوي مزبوط فهم بيحسبوا الماكسيموم بيحسبوا المينيموم فبيجي بقول لك 120 على 80 ما شاء الله عليك 120 على 80 الفكرة هيك شباب باختصار هذا جهاز موجود مش موجود عندنا الحمد لله الآن في كمان جهاز ما حكيت لكم مش عنه هذا Observation of Water Table وهذا عبارة عن أنبوب استكشاف صغير رفيع جدا أنبوب بنسميه إحنا بيزوميتر 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 تعرفوا كيف البيزوميتر هيك اسمه بيزوميتر شو هو البيزوميتر هذا هو عبارة عن انبوب رفيع جدا بنحطه في الأرض وهون في عندي هون في عندي عداد بيعطيني إشارة هاي الإشارة بتبين لي المي على أي ارتفاع حكيت لكم عنه في السويل إذا أنتم متذكرين لما كنا نحكي عن البرميبيليتي متذكر يا عبد ولا ناسي؟ أسامة متذكر ولا ناسي؟ مزبوط هذا اسمه بيزوميتر هو عبارة عن أنبوب استشعار بحطه في الأرض بقوم بيعطيني قديش ارتفاع المي فأنا مثلا بدي أستكشف في عندي مي ولا لا ممكن أستخدم هذا الأسلوب طبعا هذا أحد الأساليب لكن في أساليب كثيرة ليه؟ لأنه بيهمني يا شباب إنه يكون في عندي معرفة قديش في مي أو إذا في مي وين المي موجودة هاي كويس؟ طيب إذا الآن يا شباب الـ SPT عرفنا والـ CPT عرفنا وعرفنا إنه في عندي بيزوميترز بعرف من خلالها الووتر تيبل وين وفي عندي الـ Vane Shear Test وفي عندي الـ Pressure Meter Test وفي عندي شغلات تانية ما حكيت لكم مش عنها مش بحاجة لإلها التكنولوجيا بتتطور الآن طيب الآن يا شباب شوفوا شو عملنا عملنا وين إحنا هاينا هون planning فهمناها drilling فهمناها sampling فهمناها وعملنا testing خلصنا هدول كلهم وكل المعلومات موجودة في رأسي أسلم رأسي لمين ما بيزبطش فشو لازم أعمل لازم أحط هذا الكلام كلياته في إيش؟ في ريبورت في تقرير أسلمه للجهة اللي طلبت مني فحص التربة بدي أذكركم في هدول شباب ماشي بدي أذكركم في هدول بعدين متذكرين هم شو هم هدول أقطار الحفر هدول أقطار الحفر ممتاز هيكم متذكرين تنسوهم مش
هاي بدي اعملهم سيفينج. طيب الان خلصت كل هذا الكلام، عملت كل التجارب خلصتها، فشو لازم اعمل؟ لازم اعمل ريبورت اسلم فيه النتائج للشخص المسؤول. شو لازم يكون فيه في الريبورت هذا؟ ماشي، بالطبع الريبورت هذا بيكون فيه اسم وعنوان الشركة اللي بتحفر آلة الحفر. أول شيء هاي بنسميها borehole logs اللي هي يعني ملفات أو نتائج الحفر borehole logs. شو موجود عندي؟ موجود لازم يكون فيه هايها شايفينها هون، بيكون مكتوب اسم الشركة اللي بتحفر وعنوانها واللوجو تبعها كمان، كل ما يتعلق فيها زي أي مراسلة بين هلا جامعة النجاح لازم يكون في إيش ترويسة فوق، صح ولا لا؟ شعار جامعة النجاح واسمها وعنوانها ورقم تليفونها وأي شيء تاني عنها، صح ولا لا يا شباب؟ كل شركة، كل مصلحة، كل ناس عندهم اسم وعندهم ميزة معينة وشعار معين، صحيح؟ Driller's name لازم يكون اسم الحفير، يعني الشخص اللي حفر لازم ينكتب هون، لازم ينكتب هون مين هو اللي حفر. ليه؟ لأنه ممكن الشركة يا شباب يكون في عندها أكثر من واحد بحفر، وبعدين لما نيجي نتحاسب في آخر الشغل أو يصير في مشكلة مين اللي عملها، بتضيع الطاسة. إحنا في بلادنا تخصص تضيع طاسة، في الغرب ليش الأمور كلها واضحة؟ لأنه كل هذا الكلام قانونيا مثبت وخلص، يعني مين اللي حفر في هذاك اليوم موجود موقع عند اسمه، فكل شيء واضح، فبسهولة جدا بيحددوا مين المسؤول وبيحاسبوا. إحنا أتحداكم إذا في مشكلة ليقولها مسؤول، مسكين المسؤول دائما منه اللي كتافه صغيرة وبتحمل، ماشي، بزحلقوا كل شيء عليها وبيحملوا المسؤولية. طيب ثلاثة، job description and number، هاي معلومات للشركة بيعطوا رموز معينة، ماشي، فبيحكوا فيها عن شو المشروع المطلوب. مثلا والله مشروع جامعة النجاح المبنى الجديد، مشروع برج مش عارف ايش، مشروع قصر مش عارف الى اخره اللي هو. بعدين في هذه اللوجز في موجود عندي نمبر وتايب ولوكيشن اوف بورينج، لازم يكون في عندي خريطة بالاضافة لاني اشرح عدد الحفر وموقعها ومكانها وتوزيعها، وبيكون في خريطة زي هاي الخريطة، نفرجيكم إياها الخريطة هاي زي هاي، بس بيكون إيش هون دائما نكتب BH1 BH2 BH3. شو يعني BH؟ يعني borehole 1 2 3، برقمهم كلياتهم، ممكن يكون 1 2 3 4 5 6، يعني بغض النظر، المهم أنت بدك ترقمهم وتحدد. فلازم في خريطة زي هيك بيكون فيها عدد الحفر، موقعهم، أطوال كل حفرة. حتى إحنا مرات كيف نعمل، نكتب، أفرجيكم كيف نكتب عادة، خلينا الله بعوض علينا نفرجيكم كيف نكتب هيك، بتكون الحفرة شايفين، بعدين نيجي بنعمل هيك بعدين نعمل هيك بعدين نيجي بنكتب هيك BH مثلا 15، كويس، هاي فوق الخط، وبعد تحت الخط بنكتب مثلا، شو بتفهموا هيك؟ ها شباب شو بتفهموا من هذا الكلام؟ الحفرة 15 ارتفاعها 13 متر بالضبط، هاي الحفرة رقم 15 واللي حفرنا فيها 13 متر، واضح؟ فهيك كل حفرة بتكون رقمها فوق الخط BH 15 BH 21 BH 3 BH 1 اللي هو، وتحتيها 13 متر 15.5 متر 13.21. عادة نستخدمش كسور، يعني بالكثير النص، يعني 13.5 15.5، حتى النص انصاص ما نستخدمهمش، يعني أرقام صحيحة عادة، هيك التراديشن يعني، واضح يا شباب؟ نرجع احنا هون،
فإذا لازم التقرير يكون فيه عدد الحفر وطبيعتها وكذا. Number type, location of borings. Date of borings, في أي تاريخ حفرت. بعدين subsurface stratification which can be obtained by visual observation of the soil brought out by auger, split spoon sampler and thin wall shelby tube sampler إلى آخره. هون بدي أكتب وصف شو اللي شفته على الورق. أنا عندي الدفتر اليوم الحفر كذا, الحفر كان فلان, الحفرة رقم كذا, بدينا الساعة 8 وربع الصبح ماشي. أول شيء كان في عنا بدينا أول حفر أول متر ونص كان طمم لونه كذا شكله كذا في كذا إلى آخره. بعدين أخذت عينة على يعني كل اللي عملته بدي أكتبه بالتفصيل الممل يا عبد, تفصيل الممل. بعدين إذا وصلت لمية بحض, والآن على عمق 11 متر وخمسة وأربعين سنتي بدأت تظهر المي, ففي عندي ووتر تيبل. بعدين أنا عملت تجربة SPT مثلا على عمق كذا, فعملت SPT على عمق كذا وكانت N هالقد. بعدين أخذت عينة على عمق عينة رقم واحد على عمق 3 متر في حفرة رقم واحد, عينة رقم كذا, والعينة هاي من النوع الإيش مثلا, أخذت disturbed and disturbed ماشي. كل هاي المعلومات بكتبها. ليش يا عبد بكتب هاي المعلومات كلها؟ مش بس بكتبها, بعد ما أخلص كتابتها في آخر النهار بجيبهم هدول الناس اللي حفروا والمراقب علي والمشرف علي والمش عارف إيش وكل واحد مسؤول, وقال له تعال لو سمحت هاي كل اللي كتبنا اقرأه, قرأت وبصوم, نقول له ابصوم وقع, لازم اوقع. تعرف ليش يا عبد؟ بجوز غلب زيادة. مش غلب زيادة, شوف يا عبد الرحيم ما احنا الامور كلها عندنا سبه, لا احنا مش متعودين على اي شيء في ضبط وكذا, عشان منحب الامور هيك تكون لوس, فيري لوس. في يا شباب دائما عندنا في كل المشاريع بكرة بتشوفوا بتجربوا, في عنا إشي اسمه variation order. شو هو؟ يعني في عنا المشروع كما هو مقدم, والمشروع بعد التنفيذ مرات كتير بيختلف عن المشروع كيف كان. دائما عنا هذا الكلام, في حتى بسموه مخطط التنفيذ غير عن مخطط التصميم, بيختلف مرات كتير. ليه؟ لاختلاف الواقع. هلا اذا جيت انت مثلا, انا كان مطلوب مني احفر 180 متر نتيجه هون مترين زياده وهون نص متر زياده وهون متر ونص زياده وهون كذا, هون وصلت 220 متر بدل 180. فلما باجي بقدم الحسابات بقول لي طور روحك, شو اللي انت عامله؟ انا طالب منك 180 متر بس. اثنين, انا طالب منك تجمع 25 عينه, انت هون بتحاسبني على 30 عينه, منين جبتهم ال 30 عينه؟ وانت هون كذا وانت هون كذا, وليش عامل لي كذا؟ وانا والله حاسب بحسابي ادفع لك 100,000 شيكل, انت عم تطلب مني 170,000 شيكل. ما عندي استعداد اعترف, ولا طول روحك, انا كل شيء حاسب حسابه. تعال في اليوم الفلاني لما حفرنا في المنطقه الفلانيه وكان الحفير فلان, ولما وصلنا الساعه 2 وخلصنا الحفر, انت قلت لي احفر كمان 3 متر لانه قربنا نوصل لصخر شكله, فانا عايز اتاكد في صخر ولا ما فيش صخر, فانت طلبت 3 متر زياده. بقول لي لا ما طلبتش, بقول له استنى شويه, هاي الورقه وتفضل هاي توقيعك مزبوط, تذكرت ولا لا؟ حتى يومها انت اخذت مني حبه شوكولاته بالسرقه واكلتها ماشي. فبصير مثل هيك كلام, لما بفرجيه توقيعه بيسكت. فهمت علي يا عبيد؟ فالقصة إنه دائما هاي المشاكل موجودة, ما بتسمعوا إلا في مشاكل في الهندسة. ليه؟ لأنها مشاكل بين شو اللي تصمم وشو اللي تنفذ وشو اللي نعمل وكيف نعمل, دائما في اختلافات. ماشي يا عبد العزيز؟ ماشي ماشي دكتور. فعشان أنت تكون في السيف سايد, فكل إشي لازم تأخذ عليه توقيع وتسجل كل المعلومات اللازمة وبالضبط شو هي. بالضبط شو هي يعني, بديش أنا أضيع وقتكم وأحكي لكم عن مشاريع عملتها وقديش كان فيها تغييرات. في مشروع 5 عمارات, بلشنا الشغل على أساس 5 عمارات, انتهينا إنهم 3 عمارات بكفي ماشي. في مشروع كان الأصل نحفر 180 متر خلصنا 270 متر. في مشروع كان الأصل نحفر 13 حفرة خلصنا ب 18 حفرة. في مشروع كان لازم نعمل كذا تجربة consolidation وانتهينا بكذا تجربة consolidation. في مشروع ما كانش فيه SPT, انعمل فيه SPT
واضح يا شباب؟ لأنه الواقع مرات بيجبرك أو بطلب منك أشياء أنت مش حاسبها أصلاً في الديزاين. كلية هشام حجاوي بتسمعوا فيها؟ كلية هشام حجاوي بتعرفها يا عبد؟ كلية هشام حجاوي لما أجى المشروع تصميمه من وين؟ من لندن، مكتب في لندن هو اللي بعت المشروع. لما أجيت أنفذه أنا هون ماشي، طب هم بيحكوا من بعيد عن غيب، أنا في الواقع إشي تاني. في طابع مشرف كان علي من جهة المكتب اللي من لندن ماشي، بس أنا أول بأول كل شيء مسجل وهو كل شيء موقع، وكان يسألهم في هيك وفي هيك ويعطوه أوكي. لما خلصنا وتحاسبنا ما تغلبت بالمرة معهم، ليه؟ لأنه كل شيء على أصوله ماشي. بينما في شركة تانية أنا طلبوا مني أدفع لهم 104,000 شيكل ثمن ثمن الحفر، 104,000 شيكل. بتعرفوا قديش دفعت لهم؟ قديش يا عبد العزيز؟ بعرفش دكتور. يعني شو بتتوقع من هم طلبوا 104,000؟ 90 أو 80. 90 أو 80. تفكرني من دار الخراز بعرف أفاصل أنا زيك؟ إحنا ده دكتور لعبتنا المفاصلة. والله أخذت معي تاجر يا عبد العزيز، تاجر مر يعني شاطر. أنا من يومها فهمت إنه التجارة شطارة، أنا ما بعرفش في التجارة إيش الحمد لله. قال لي بس أنت عود ساكت وأنا بتفاصل معهم. قلت له ماشي. فبلش ينزلهم 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 لحد ما صرت أنا أبكي أعيط يعني. قلت له خلاص بكفي. ولما خرجنا بيقول لي أنا قلت لك تقعد ساكت، لو سكتت بدفع لهم لسه نص المبلغ هذا. تعرفوا قديش دفع لهم؟ 42,000. من 104,000 دفع لهم 42,000، وقال لي لو سكتت والله ما بدي أدفع لهم أكثر من 27. إيش يا أسامة احتجيت؟ دكتور معقول؟ معقول وبدون قول. 42 بدل كده 104؟ بدل 104. طب كيف هيك دكتور أمين؟ يا أخي هدول خلايا شاطرين في التجارة. دكتور كثير منزل هيك. خدت معي واحد خليلي تاجر هيك شاطر. خدت معك واحد خليلي دكتور. دخل باسل ها فعل. ما لهم الخلايا أشطر ناس؟ لا ما لا لازم دفعهم هم، يبقى عيب يدفعك أصلا. شايف عاد شايف شايفين أنتوا هيك عندكم فكرة. والله قال لي لو انك سكتت له ادفع لهم 27,000 وهم ساكتين. بس على فكره دول كانوا تجار يهود، بس ما حد بيغلبهم من الخلايلة. المهم حياك يا دكتور. طيب يا شباب اذا عرفنا هدول كلهم النقاط لازم يكونوا موجودين في التقرير، امر مهم جدا. طيب الان وهذا بالاضافه للتقرير الكتابي بيكون في عندي تقرير رسم. بيكون في عندي صفحات رسم جاهزة بتكون من صفر إلى قد ما بدك من الأمتار بيكون بالرسم، لأنه مرات رسم أو بالإضافة لكل المعلومات اللي هون. باجي أنا مثلا أول 3 متر كان عندي طمم، بحط إشارة وبكتب هون طمم بلون بني فاتح موجود في بقايا نباتية وعضويات وإلى، وبحط هون هيك رسمة معينة بتعبر عن هذا الكلام. اللي بعديها رسمة تانية وكلام اللي بعديها، بحيث إنك لما بتطلع طوالي أنت تعرف إنه هذا يختلف عن هذا يختلف عن هذا يختلف عن هذا، كل طبقة قدي. وبعدين حطيت هون هاي مثلاً وصلت للمية هون أو وصلت للمية هون اللي هو الووتر تيبل. ومش بس هيك، مرات بكتب جنبه وين أخذت العينة على العمق هذا، هون أخذ عينة، هون أخذت عينة، هون عملت الاس بي تي وطلعها قدي، هون طلع وهكذا. فهذا بنسميها اللوجز. هاي منحطها إذا عملناها، ودائما لازم نعملها، ما منحطها في جسم التقرير، منحطها في آخر التقرير في الملحقات، نسميها الأبندسز أبندكس ماشي، منحطها في المرفقات. ليه؟ لأنه مرات بيحبوا الناس بدل ما يقرأوا إنشاء يطلع على الرسمة وخلص، وهيك مختصرة ماشي شباب. إذا منرفق الملحقات هذه، وبعديها كمان في التقرير ممكن شو نعمل؟ نيجي نعمل سكشن من نتيجة المرفقات. يعني مثلا هون حفرة رقم 1، هون 2، هون 3، هون 4، هون 5 حفر، أخذت سكشن. الحفرة الأولى الطمم على عمق 2 متر، هاي برسم نقطة. الحفرة اللي جنبها 2 الطمم على عمق متر، فبرفع الخط لمتر.
بعدين على عمق 5 متر بنزل ل 5 متر وهيك، فبوصل الخط مع بعضيها فبصير في عندي سكشن، بحيث اني لما اطلع على السكشن طوالي بعرف انه في عندي هاي الطبقه هاي ها وهي الطبقه هيك وهي الطبقه هيك، فبصير عندي صوره طبقيه للارض ماشي، بحيث انه اذا انا عمق التاسيس عندي على عمق 5 متر بعمل خط هيك، فبعرف انه والله ال 5 متر هذول حيكونوا هون في تربه نوع وهون نوع وهون نوع الى اخره. واضح يا شباب؟ وهي عملت كروس سكشن طولي وهذا عرضي مثلا. واضحة يا شباب؟ أشرف واضحة الأمور؟ واضح دكتور واضح. هيك بيكون في تقرير مرتب عندي وكويس. طيب الريبورت إذا معناته لازم يحتوي على هاي الأشياء المهمة. نوع التربة الموجودة عندي، المية وين موجودة، بس أهم شيء هاي recommended foundation type or options plus design and construction criteria. بالمناسبة في تقرير فحص التربة أنا ما بقول له يجب استخدام قواعد من النوع كذا، قواعد من نوع X، لا، عادة أنا بقول له ممنوع استخدام قواعد من النوع كذا، معناه ذلك أنه كل الأنواع الثانية مسموحة وهو يختار. فهمت علي كيف؟ يعني أنا بعطيه الممنوع بعدين بترك له المسموح وهو يختار منه. واضح يا عبد؟ واضح. أنا بعطيه الممنوع وبس بترك له المسموح هو يختار. يعني إذا قلت له الايزوليتد فوتينج ممنوع والكومباين فوتينج ممنوع، فهو ممكن يقول أنا طب ماشي بستخدم رافت أو بايلز، ما بقولوش لا. دكتور هذا الريبورت لمين بالضبط بنسلمه يعني؟ هذا بروح للديزاينر. يعني عادة لما بيجيك مشروع أنت كمكتب هندسي أنت بدك تصمم المبنى صح ولا لا؟ فبتروح أنت لواحد مختص في التربة، لمركز فحص تربة. عند الدكتور عصام كان عندي زمان بالزمانات كنت أشتغل في الشغل، عند أي حدا بيعمل فحص تربة هم معدودين اللي بيعملوا فحص تربة، فبقدم لك هذا التقرير بتاخده أنت وبتعطيه للإنشائي اللي عندك، بمسكه الإنشائي بتطلعش فيه على إشي إلا على هاي على recommendation. في معظم الأحيان هو الأصل يقرأه كله بس بتطلع على recommendation ماشي. recommendation بتحكي عن foundation مش بس هيك، وبتحكي عن أشياء تانية هلأ بنحكي لكم عنها. على كل التقرير ببين depth of bedrock إذا في صخر إمتى، وبيبين إذا كان في حفر كيف لازم يكون، إذا في طمم كيف لازم يكون، وفي خريطة للحفر وللطمم. بعدين بيعطيني إذا في إذا بدي أعمل compaction، إذا بدي أعمل compaction بيعطيني كريتيريا إنه والله الكومباكشن بدك تحط بيس كورس بسمك 40 سنتيمتر، الطبقة الأولى والثانية 40 سنتيمتر والثالثة ثلاث طبقات كل واحدة 40 سنتيمتر، وتدمجها على جامة هالقد ووتر كونتنت هالقد. يعني هذا لازم يكون مبين إذا في كومباكشن. إذا في بدي أعمل كت سلوب ريكومنديشنز لازم تيجي مني كويس، إنه بدك تعمل كت هون بحيث إنه يكون دائما مش أكثر من 2 فيرتيكال لواحد هوريزونتال، أو 2 هوريزونتال لواحد فيرتيكال أو كذا، لأنه أي مشكلة أنت بدك تتحمل مسؤوليتها يا شباب. إذا في ريتينينج وول بدك تقول له إنه لازم يجي هون ريتينينج وول، أنت ما بتعمل له ديزاين بس أنت بتعطيه إنه في ريتينينج وول هون، وبتعطيه بعض الفاكتورز المتخصصة في الريتينينج وولز اللي حناخدها لاحقا ماشي، وبتعطيه نتائج الفحوصات تبعتها. واضح يا شباب؟ هاي الأشياء لازم تكون موجودة وأنت مسؤول عنها. هاي فكرة كيف ممكن تقرير يكون في table of contents. تقارير بعض الأحيان يا شباب أنا كتب التقارير وشوف التقارير، بعض التقارير كنت أشوفها 10 صفحات، أنا كتب التقارير ممكن توصل 200 صفحة 250 صفحة، لما كنت أشتغل إشي كبير مثلا للبنك الدولي أو لمثلا مؤسسات دولية في مشاريع ضخمة جدا، بعض التقارير هاي بنحتفظ فيها 200 صفحة 250 صفحة. شو لازم يكون في التقرير؟ Introduction, Scope of the Services، شو المطلوب مني بالضبط؟ Field Investigation, Laboratory Testing، بعدين Geology and Seismicity of the Area نحكي عنها، Site Condition كيف الوضع هلأ ماشي، Discussions and Conclusions نحكي عن Foundation Support والGroundwater والExcavation والDewatering مثلا، أهم شيء Recommendations. شايفين؟ Recommendations، شوف الريكومنديشنز تشمل نوع الاساسات واذا كان مات او بايز مثلا،
وبعدين الجدران الاستنادية البيسمنت فلورز مثلا، الزلازل اللي بدخلها في الموضوع، كيف تحضير الموقع من ناحية الحفر الإكسكافيشن، إذا في مية كيف بدي أخرجها، إذا في شورينج حماية كيف بدي أعمل حماية، اليوتيليتيز كونستراكشن مونيتورينج، السايد درينج إذا في مية، إلى آخر كل هذا الكلام والليميتيشنز، هذا كليات أنا مسؤول عنه شباب. باختصار أي مشكلة في الموقع أنا مسؤول عنها ناتجة عن ذلك. علشان هيك في نقطتين خليني أذكركم فيهم وأنبهكم لإلهم. ماشي. النقطة الأولى نبهتكم لإلها بس خليني أؤكد عليها مرة تانية. ممنوع العينات تكبوها، متذكرين يا شباب، إلا إمتى؟ ممنوع العينات في المختبر تنكب إلا إمتى؟ حد متذكر يا أوس؟ أسامة؟ لا يخلص المشروع؟ لا يعطوني أوكي ويقولوا لي تعال أقبض فلوسك. ماشي؟ قبل هيك ممنوع أكبها، ليه؟ لأنه ممكن يغيروا رأيهم ويطلبوا إشي تاني. واضح يا شباب؟ هاي حكيتها، اتفقنا؟ حدا يقول لي اتفقنا دكتور. طيب النقطة الثانية اللي هون، إذا أنت الجيوتكنيكال إنجينير وأنت قدمت التقرير، أنا دائما بكتب في آخر صفحة في التقرير في آخر كلمة بكتب توصية، تعرف شو هي؟ تعلمتها بعد ما دفعت الثمن. يرجى بعد الانتهاء من الجفر من الجرف وتهيئة المكان وقبل الشروع في وضع الأساسات إبلاغي للحضور إلى الموقع. صرت أكتبها هاي شو بتريحني وشو بتريح رأس الواحد. بس تخلصوا الجرف، لنفرض يا شباب في موقع وبدو يتم في جرف مثلا حوالي 5 متر على طول الموقع، بدهم يجرفوا أول 5 متر ويبدوا الأساسات هناك تحت. طب أنا في هذا الموقع الكبير جدا عملت 15 حفرة مثلا، كويس، مهما كان الحفرة عن الحفرة على الأقل بعيدة 15 متر، مش هيك اتفقنا؟ فأنا عامل 15 حفرة، أعطوني فكرة. بس لما أنا أجرف بتصير كل الأرض قدام عيني مبينة، صح؟ فأنا أنت كنت والله مركن من 15 من حفرة لحفرة لحفرة كل النتائج ماشي حال، اكتشفت لما جرفوا إنه بين حفرة وحفرة ولا هو في هناك في مشكلة، كان في بير، كأنه كان في كسر، كان في إشي، كان في إشي ما طلعش معي في المختبر أو ما طلعش معي في الحفر، لأنه أنا بحفر حفر صغيرة ما جرفتش كل الموقع. مش هذا الكلام ممكن يخليني أغير بعض الشغلات بسرعة، صح ولا لا يا شباب؟ صحيح. فعشان هيك صرت أنا احتياطاً من باب الاحتياط ومن باب إخلاء المسؤولية، بس تخلصوا جرف نادوني قبل ما تبلشوا أي شيء عشان ألقي نظرة أتأكد إنه كل شيء تمام، إذا في أي تغيير بطوالي بلحق التغيير، ما فيش أي تغيير. ماشي شباب؟ طيب هيك بنكون خلصنا هذا المادة وخلص حنبدأ في المادة الجديدة الحصة الجاية، كويس؟ دكتور احكي.